عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة الوطنية في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم اليوم الصحة الوطنية. الصحة الوطنية اليوم اخترنا لكم موضوع مهم كالعادة، وهو مبادرة ميدين موريتانيا، واستضفنا لكم عضو هذه المبادرة يعقوب الحمزة. مرحبا بك ضيفي الكريم. مرحبا بكم. مرحبا وسهلا. ومعايا في التقديم كالعادة سميرة السماني. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة الوطنية. كيف ما تعرفوا قاتلكم صافية موضوع الحلقة، دونك لي نرحبوا بالضيف ضيفي الكريم. مرحبا بك وسهلا. شكرا الصباح. ما شاء الله. ياك لباس. مرحبا بك وسهلا. نورت صباح الوطنية الموسم الثالث. مرحبا بك وسهلا. يعقوب، ليش تتكلم لنا عن هذه المبادرة؟ فكرت من كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. راني بسلم عليكم بعد كاع. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرى ميدين موريتانيا ذكرى من رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية من مجلس أعلى الشباب هو جلو. هي جاءت هذه الفكرة، وكانت فكرة تتخمم بها سابقا، ومنين جاءت هذه الفكرة لأنها تعدى المبادرة لتعزيز الإنتاج والاستهلاك المحلي. اتصلت بمجموعة من الشباب، هي في البداية كنا تقريبا 20 رجال تقريبا، واجتمعنا معها على هذه الفكرة نختار ونعرف بعد كاع إذا كانت فكرة صح. هي كان عندها أبعاد لباس بيهم، لكانت قد تنفع المواطن الموريتاني، لكانت قد تعود كيف مستقبلها. وجابرنا معاها ما فتعاتك مبادرة ينقالها ميدين موريتانيا، مازالت ذاك الذكرى معنا قعدنا ونين جتنا حسينا على أن المبادرة على أنها تعنينا ولا أنها تعود لباس بيها. اجتمعنا وقرر اسمها هي مبادرة، وقررنا طريقة اللي نشتغلوا بها، وقررنا مولي كاملين عاد. وهذه المبنيين شات الفكرة واجتمعتين عقبت عاد ميدين موريتانيا. زين، كما قلت تاعنا كانت فكرة هوا يقير. كيف كان تفاعل معاكم هذا المستهلكين؟ المستهلكين ما كيف هي بما انها كانت مرحلة بداية فكرة، المستهلكين ما كانت عندنا معاهم، ما كان عندنا معاهم رابور ديريكت معنا، ما كنا نجبرهم ولا شيء، فهمتي؟ هي في البدايه اللي جات قالت الفكره، انا اتصل بي الشاب صاحب لي وقال لي انا عرف طفلين، قال هو جالو من المجلس على الشباب عنده فكره وتختار، كانت عندها كيف روايه عليها مشروع والدور كنا نجتمع معاكم ياك نعرفه. منين جاتنا اولا سولتنا قالت لنا انتم واش تعرفوا من المنتوجات المحليه، معنا هي تعاملت معانا معامله اللي نعاملوا نحن بها يعني صحيح. المستهلك البسيط. ثانيا نتخمل هما نحن اللي نقوموا بهاي المبادره ياسر من المنتوجات المحليه وين ما نعرفهم ولا انا حاسين باهميتهم. ومنين ترين نتخمل هو انا لان هذا مهم علينا فعلا، لان نحن في موريتانيا اللي ما شاء الله فيه اكتشفنا ان ياسر مشي يحضرهم وياسر مشي يصنعهم ونحن ما كنا عالمين به ولا انا عالمين، لانه قد عود خارجين شو المواد اللي يعدلهم اللي بنفس الجوده مع المواد المستورده. معنا اعلن كيف الكلمه اللي قلتي لي المستهلك، مع المستهلك في البدايه ما كانت عندنا معاها علاقه، عندنا معاها علاقه يعني فتره عندنا احنا متبنين هاي الفكره وسنتين نشتغلوا فيها. عندنا في خطه عملنا اعلنا انه نعدلوا حملات تحسيسيه للمستهلك وعلنا انه نعودوا كي اللي نوصلوا لهم الفكره به اللي كيما وصلتنا احنا الفكره انه نوصلوها لهم هما. وتو طارق اسمح لي صافي شو الطريقه اللي قديت تجمع بها هذو المستهلكين وهذو الناس اللي هون في البلد اللي عندهم مصانع منتجين الطريقه اللي اجتمعت فيهم شنو هي؟ يعني جيت للحافل ذيك الليله وكان اكثر من رائع، شفت شي مقاط شفته الحمد لله في بلدي ما شاء الله تبارك الله، تفاجئت ما تيها الشباب ما شاء الله في البلد يصنعوا هما بيدين الله فتبارك الله. الطريقه اللي قديت تتجابر معهم شنو هي؟ وطبعا عطيتهم فرصه ذهبيه في هذا ياك عبد الحق تتكلمي ما تتكلمي عن يابي اللي انا نتكلم بس ميدي موريتانيا كفريق كفريق صح ما نتكلم كل انا وين عدرت شي ميدي موال وين عدرت كل شي للاسف راح نوصلك نتكلم معاها انت وانت انا عضو ميدي موريتانيا واليوم انا نتكلم كوني يعقوب الحمزه اليوم نتكلم كوني عضو ميدي موريتانيا صح. وفعلا على الفريق كيف احنا نشتغل حتى وعلنا بما ان كنا كانت مهمة عندنا على هاي الانطلاقة تعود انطلاقة لباس بيها وعلى انها تعود مولي على المستوى وياك تعود على المستوى ياك تعود
ماسه من الناس كامله ويعطي تحود مالي لاحق الناس كامله. صح. وفتحنا صفحه على فيسبوك اللي هي www.fb.media.2017. واحد عضو من الفريق كري روين قال لنا فورميلير اللي درناه للكامل اللي منتج محلي كامل يختار يشارك معنا يعود يشارك. وواحد من الفريق الاخر مشى في سول مشى قاس سانكيام وقاس سيزيام وبصره وقاس المصانع بين المصانع وبين المنتجين المحليين البسطاء وجاهم وقال لهم على ان عندنا مبادره قال ميدي موريتانيا واعلنها لتعزيز الانتاج والاستهلاك المحلي وقال لهم على ان عندنا حفل انطلاقه وعلى انهم اذا عاد يسعدهم يشاركوا معنا ياك يعرفوا من المواد اللي يعدروا. الحمد لله انتم قديتوا تحضروا حفل الانطلاقه قال ياسر الناس ما قدروا يحضروا له. صح. يا غير هي لا انطلاقه مازلنا ان شاء الله في خطه عملنا على ان نعدلوا شي قالوا ان فوار دي بروجيكتور اللي هي عرض كبير للمنتجين المحليين. وذاك العرض هم اللي والله المنتجين المحليين اللي شفت انت ما كان ما يعني رقنا بالضرب ظرف صغير على ان نجمعوا قدر منهم يقارنوا لي ما كنا مركزين عليهم حتى بين المكان الاساسي عندنا على الحفل الانطلاقه يعودوا فم واحدين يعودوا يمثلوا شوي ذول المنتجين المحليين اللي هم يقارنوا كل شفتي انت ما يشكلوا 5% من المنتجين المحليين اللي مازلنا نقدر نجمع يعني هم نحن حاولنا على ان نجمعوا ذاك العرض اللي كنا نعد جماعه منهم توصلنا الى يوم الانطلاقه 17/1 يعاد يوم الانطلاقه جاونا 46 ما شاء الله وصلتهم الفكرة بطريقة ما نعرف هي شنو يا قارشاونا وقالوا لنا نحن علمنا مبادرتكم هذه وعلمنا علنها قد تنفعنا وقدروا يحسوا بالمواد اللي نعدلوا وقدروا يحسوا الناس اننا نحن نعدلوا شيء كيف ياسر مشي ما كنت انا عالم بيه كيف نعايد وحدين يعدلوا نعايد وحدين يعدلوا الباس الشاشرة وحدين يعدلوا شنو قالت لكم انتم عليها قالت الحفول وشوف مع ان هذا زين ضيفي الكريم شجعينكم بعد هذه المبادرة نتمنى لها ان شاء الله التوفيق وعاجبتني انا بعد ما اختار انضم لكم على الهواء مباشره الحين اعطيت تقبلوا الله عندك مشكله نطلب من المخرج يطلع لي الفيديو اللي عندنا نعود ونعلقه عليه السلام عليكم على كل المجيء من مبادرة ميد الموريتاني اليوم نازل للشارع ندور نعرف آراء المواطن البسيط في المنتوجات المحلية واجين نشوفه مجال التنمية الحيوانية عندنا شركات رائدة في الألبان كيف مثلا شركة توبلي شركة الوطن الألبان شركة تشيفسكي وفي الحقيقة المنتجات المحلية يا الله تنا نفتخروا بها ويا الله نتوجهوا شوار هذيك ينتعش اقتصادنا في منتجات محلية عادي ما يس كولا وسوبر مشروبات غازية سيبير مشروب بسطاء ميتوغية قد تشربوته نورمال صابون علمت الخريف أومو بسكيت الخريف هذا كيف تماكروني كيف تنبسكيت كيف تمارو هذا مارونا هذا كيف تصابوننا هذا كذلك في مجال الاسمنت مثلا عندنا اسمنت موريتاني وشنقيط وقدر من الشراكه مثلا على في ذا المجال لي برودوي ليتيه دي بات اليمونتير دو صابون لا ميز ان فالور دون سارتان نومبر دو برودوي لوكو كوم لري. Je connais un jeune qui a une initiative de fabrication du riz local qui est appelé Maru. Un produit laitier qui s'appelle El Wapania, qui est vraiment vulgarisé en Mauritanie. Et j'encourage vraiment cette initiative parce que déjà, c'est une première quoi. C'est le mustora, daïman bien les muraqaba ou jouda daïman la basse bien. بالنسبة للمنتوجات القضايا اللي نختار المنتوج الوطني بلي بالنسبة لمنتوجاتنا من البان هذا الشيء دائما احسن بلي عنده دوتي وطني وفرصة عيان عاملين ما نعملوا وانا ما لا يعملوا لي حد لما نكبروا وانا والله نشري انا والله هالشيء انا ما قابضوا حد. بردي موريتاني زي اسد باسكو جو سي موريتاني زي ام لي سوسيتي موريتاني لي مارس كوم لي ماكرون كوم لي تو لي سوسيتي كوم لي اسباغيتي J'aime comme ça la marche ici en Mauritanie. Les Mauritaniens et les macaroons. Les macaroons mauritaniens, ils doivent marcher. On arrête tous les macaroons qui viennent de l'extérieur. On utilise macaroons mauritaniens. Si je trouve des produits mauritaniens de bonne qualité,
je ne me pose même pas la question. Je conseille les gens, les Mauritaniens surtout, nos compatriotes, à consommer local. Je vous dirai pourquoi, parce que premièrement, ça nous évitera d'importer. Deuxièmement aussi, c'est bon pour notre économie. بالنسبة للمستهلك الموريتاني نختار ويثق في المنتجات الوطنية ونختار يدعمها باش نطور كامل في تطور البلد. توجه المنتج المحلي عن العود يفكر لا ولا بمصلحة جيبه هو فقط. فكر بمصلحة مشروع وراء مصلحة الوطن. هذا يعد المنتوج سواء غذائي سواء غير ذلك. فكر بمنتوج بجودة أولا. نافحتهم لا يخافطونا الأسعار. كل شيء يخافطونا عن الأسعار ونحن جايينهم. دافير ils ont des idées. Excusez-moi du terme mais un peu cadré. Et s'ils voient un domaine qui marche, tout le monde investit là-dessus. Cependant, il y a d'autres domaines que les gens n'ont pas encore touchés. Il y a tout ce qui est industrie touristique, par exemple. Là, nos hommes d'affaires, ils n'ont pas encore touché ce secteur. Hein. Tout ce qui est aussi, disons, d'autres secteurs de l'économie qu'on voit ailleurs quand on part à l'étranger, on ne voit pas ça ici. Malgré que ça rapporte tellement d'argent, mais nos hommes d'affaires n'ont pas encore cette idée au niveau au niveau national. Je veux juste qu'ils soient plus exigeants sur la qualité de leurs produits. On va diminuer le prix. Si on diminue le prix qui vient extérieur, c'est moins cher ici en fabrique Mauritanie. Même la société FAMO, moi je travaille à FAMO, le directeur c'est Hamza, mais sac FAMO c'est 3000. Mais s'il vient extérieur, c'est 2500, 2600. Donc c'est pas même. Il doit diminuer, être 2500, 2400 pour le marché. Doit marcher. Merci, merci. قلنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفيديو اللي نقبلوا فيه اراء المستهلك الموريتاني حمزه هذا الفيديو طرح ماتيه علي مجموعه من الاسئله قليلا نلخصها لك في سؤال واحد من دري كان المستهلك الموريتاني كي مثلا الموريتاني البسيط كانوا عندهم الثقه اللي داير في منتوج المحلي ما يخترع عنها المنتوجات الاخرين من قد الجوده شفتي الفيديو شفناه كاملين وهذه الاشكاليات اللي نطرحوا لنا على فهم عدم الثقه من الموريتاني من الجوده المطروحه وفعلا على القضيه مطروحه وهو تحدي على انك انت ما تقدي نحن ما نقدر نعدلوا الحمله التحسيسيه للرقاش من المواد اللي يعدلوهم ما مثل نحن ما نتاكدنا من جودتهم معنى ذوك من المسائل اللي ميد موريتانيا تختار واللي تركز عليهم ومن التحديات علينا نتاكدوا من جوده المواد المنتوج. اللي المنتوج سابق مولينا نعدلوا الحمله التحسيسيه وهذا من التحديات ومن التحديات الاخرين علينا فهم عدم كاع معرفه المستهلك بياس المواد كيف قلتي ذاك عدم الثقه وفهم قدر من التحديات على انك هي تعودي كاع تعودي تعرف اصلا منتوج محلي وتجي تشريه قال لك انه مو خالق كيف اللي يخلق بياسمه ولا البان المحليه وفم ولي عدم ثقه من الطريقه اللي يعود يحتفظ بها يعني هاو المواد اللي بغات تكون صرف كي مثلا مواد حافظه اللي تعود مواد حافظه او توت لي سيركوي دو ترانسفورماسيون من درايه كان هاو المواد يرتفدوا بين المصنع وهذا كان هم مراعين المناخ والله مراعين الانفيرونمون مع ان فم ياس من التحديات اللي عند ميدين موريتانيا به اللي هي كيف قلت لك على انها هي لتعزيز الانتاج والاستهلاك المحلي مع ان احنا الانتاج مولي اللي نشتغلوا مع هؤلاء المنتجين به اللي لابد ان نعودوا نحن عندنا كيف سيركوي دو سيرفيونس ولا روايه اللي نقدروا نراقبوا بها جوده هذا به اللي كيف قلت لك ان احنا حمايه المستهلك عندنا ومهم عندنا جودة المواد اللي هي نقولوا لا دمية لأنها تعود تستهلك في المستقبل. ما نقدروا نصحوا برواية تعودوا هي القدرة لا تخاف إن شاء الله. زين لهي طبعا من هذا الفيديو شفت صرك واحد من طبعا من المارة قال لكم إنه ماكروني هو يشتغل في شركة فامو قطع يشتغل فيها إنه زقيبة فامو زقيبة ماكروني تنباع ب 3000 وعن اسباغيتي تنباع ب 2500 اسباغيتي اللي جايه من الخارج والله زين وشفتي كيف ما قال هما هنقولنا عن المنتوجات المحليه اللي هون دائما اوعر من المستورد والله شفتي هاي من الروايه اللي قلت ما حددت لكم علينا من 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 التحديات اللي عندنا علينا الروايه ما يفهمها العقل علينا الروايه معدلهم الموريتان تعود اوعر من الروايه جايه من الخارج زين فهمتي ما عندنا شفتي نحن
نشتغلوا على اربع نقاط الاساسيه. واحده قالها التحسيس، التوعيه والتحسيس هي على المستهلك. واحده اثنين نشتغلوا على جوده المنتوج، تحسين من التحسين منه. واحده اللي هي هاي النقطه اللي هي لابد اننا نشوفه مع الدولة ومع لو كادر انستيتيوشنال، علاش المواد اللي يعودوا جاي من الخارج او مع انه فهم توت ان سيركوي اللي هو مساله الضرائب ومساله ياسم الامور اللي ياتهم يعودوا كي ينتقصوا عنها وش رايك اللي يجمون يا كاش يا كي قدوا به الشتي كامل تسعير ترواي بصفه عامه ترجع على ترجع من الطريقه اللي تعدل بها وطريقه نسبه الضرائب اللي تجي عليك وياسر مشي فهمتي. والنقطه التاليه اللي هي نقطة أساسية عندنا هي مولي على أننا نحاول على أننا نعاون هؤلاء المنتجين المحليين البسطاء لأنهم يتوصلوا لمستوى معين من الإنتاج. دونك هذو هما أربع نقاط الأساسيين اللي هي توعية وتحسيس، هي تحسين المنتوج، تحسين المنتوج تحسين مولي ظروف ما العربي كانوا قالوا ظروف تسويق والنقطة الرابعة اللي هي زين انا حضرت صح شان مقاطعه انا حضرت الحفل الافتتاح وكان اكثر من رائع وتابعته كامل وكافي كني عدلته في السناب شات نقل مباشر في السناب شات الله يخليك والله يسلمك. وتفاجأت في شخص فماتها عنده بلاستيك يبيعه وهي مؤسسه هون جيت واقفه لي قلت السلام عليكم هذا مالو منتوج محلي اخباركم انتم من السنغال يا الحق قال لي لا احنا قال لي ما انا جاي من السنغال هذا قال لي شركة هون مؤسسة هون معروفة وتعدى بلاستيك قلت له ماهي صح قال لي أنا عرفوها لا أجنبية أنا عرفها لا أجنبية أنا عرفت في السنغال ودارة قال لي هذا مؤسسة هون قال لي وهاك رقم تليفوني ولين نستضافوك إن شاء الله يا ربي قلت له وشرح لي ذا بشكل غير نفس المشكلة اللي قالت راح تنطلق عنهم هم يجيهم ذوك الضرائب وبالتالي ذوك الضرائب عيات من مرات تضيع عليهم أوعر منتوج اللي يبيعوهم هم ذا اللي يجيهم السنغال والفرق في طن شوي ما هم يقير هم بيهم الضرائب وكان ما شاء الله شرح له مقنع فتبارك الله كيف ما قلت ذاك اللي يطلب من المخرج انه يطلع لي ارقام البرنامج على ارقام الهاتف على البرنامج نستقبلوا مكالمات نقوم معانا مكالمة قالوا السلام عليكم اطرح أمي اللي حمزة شوي حمزة اطرح عنك لما يقرأي بقى تحت قالوا السلام عليكم مشاهد قالوا السلام عليكم مشاهد برنامج صباح الوطن مباشرة على قناة الوطن اليوم موضوع الحلقة اليوم هي مبادرة ميد إن موريتانيا رضا ما يجهز المكالمات نرجع أنا للصفحة صح نرجع انا للصفحه صفحه البرنامج والله صفحتي الشخصيه ونقرا بعض التعليق هون التعليق قد يعود طريف شوي غير هم اللي لا هنا ناخذوا عليه عندك هون مصطفى قال لك موريتانيا تصنع على صابون البار ومسكيت سرق ليش شنو ردك علي معناها أن المصطفى يعمل لا صابون صابون فكرت بيها ذا مصطفى نين معني قد نحكم عليه بيدي مصطفى قد يقول ما يعرف من المنتجات المحلية وهم بس كتر هذا ولا صابون صح معناها أن المصطفى ما صايب الهكا قد يقول ما نعرف أنا ما يعطينا المصطفى هذا يعطيك تعرفين بلاصتو يعني شو يعني حاولوا على انها بل منين فيه هو قبال ما هو يعرف لا مسكيت ساق له صابون يحاولوا نحسوا معنا هون ياسر مشوا انا هون سباجيتي هون هون العيش انه يعرف الخريف ويعرف الو السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك وسهلا الوالد مرحبا وسهلا الوالد واسي بالشرني هنا انقص تلفون اياك تسمعني شكرا على الحلقة الو معاك الوالد انقص عنك تلفون واسمعني من تلفون انقص عنك تلفون واسمعني من التلفاز العكس ياك نتواصل الو شكرا لضيفكم اليوم شكرا لضيفكم شكرا غني بيك ما شاء الله شكرا جزيلا الوالد يبدو ان للاسف انقطعت المكالمه ونقبل معنا مكالمه ثانيه نقولوا الو السلام عليكم
الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليك السلام، شحالكم؟ مرحبا وسهلا، ما شاء الله وتبارك الله. الو، نصف الانقطاع هذه المكالمة، نقبل معنا مكالمة ثانية، نقولوا الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمة الله. الو، وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا وسهلا، تفضل، اسم الكريم من المتصل. والله في برنامج صباح مباشر، تفضل. الو، يبدو ان المتصل غير جاهز، ونرجع للصفحة، نختار من المخرج عنه يوقف المكالمات. عندك هون سؤال من مولود والمبارك، تحية طيبة لكم ولضيفكم الكريم. سوليه لي، منين الجبر، منين جابر هذا الاسم مادي الموريتانيا؟ هل هو اقتباس من اسم الصحفي الرائع زايد محمد؟ وما هو الفرق بين الاسمين؟ وان كان الجواب نعم فعليه احترام الملكية الفكرية. هذا السؤال سولت عنه البارح، ومنين سولت عنه البارح مشيت لخراس ميدين هنا شنو ودرت في يوتيوب ميدين هنا، وهو يعني ميدين هنا من برنامج الجزائر. كنت نعرف البرنامج بغير ما كنت نعرف من قالوا ميدين هنا، ميدين هنا. ومنين خرجت واحده من الحلقات هو زايد اللي انا شخصيا محترمه ومقدر مدي وزين، عندي كاع برنامج به اللي يتكلم عن الامور الاجتماعيه ويشرحهم بعض شرح يعالج يعالجهم. والعلاج بالامور الاجتماعيه صعيب شوي في الدراسات بعد العلاج بالله بحرفته يا غير بعد ما عندنا اي علاقه بميدين هنا. ميدين هنا هنا فعلا اعلنها بالعربيه، تنقال لهم، تنقال للمواكشو، تنقال لموريتانيا، لانه يا غير ميدين هنا برنامج تلفزيوني. ميدين موريتانيا روايه اخرى، مبادره وطنيه لتعزيز الانتاج والاستهلاك المحلي. وبالنسبه لي اعلان ما تقعد فيها ملكيه فكريه، والله ما عندها علاقه به. اللي لا جا واحد الصبح وعد الروايه قالها ميدين واكشو، والله ميدين روسو، والله ما يجيين فهم الجريت هذا كامل او اسامي اخرين. بالنسبه لي هم قد يعودوا كاملين يشتغلوا، والله ذاتي قد يعودوا كاملين يعني نفس البلاصه غير كلهم هم دي محدد يعني محدد لذلك بدا اللي جاي من معناه الميدين هنا قد لنا الى عاد يختار في المستقبل ان نضموا الميدين موريتانيا. مرحبا بي وسهلا يا غير ميدين موريتانيا، روايه كبيره شوي. صح، اسم ثقيل. عندك هون منام الصيام، وخيرت به عمل معنا كثيرا في هذه المبادرة لهام الهام، أتمنى لأخي مزيد من التقدم والاستهار. شكرا. شكرا منام الصيام، منام الصيام كانت من أوائل الناس اللي اجتمعت معنا في تأسيس هذه الفكرة، وشاكرها على بعض. شكرا، وحنا مولي بدورنا الشاكنة تبارك الله نشطة في المجتمع المدني، تبارك الله عليه ما شاء الله. عندك هون الأمير السعد، الله صباحكم بكل خير صافية وسميرة، ولضيفكم الكريم خالص الشكر ومن خلاله لباقي أعضاء جمعية ميدين موريتانيا على فكرة جيدة، وعلى الفكرة الجيدة والتي ستساهم بلا شك من تطوير المنتوجات الاقتصادية للبلد ورفع من المستوى الاقتصادي ولحد من البطالة. وأرجو من الله أن تستمر حملات التحسيسية ويستجيب المستهلك، وأن تولي الحكومة اهتمامها للفكرة وتساعده في إنشائها. شكرا جزيلا. شكرا وأنا شكرا. زين، جاتك رسالة طبعا من الخاص من زميل طبعا بدون ذكر اسمه، قال لك السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم سميرة وصافية، ومرحب بالضيف، وقولي للضيف عن موريتاني ما تصنع، مو الخريف، والله تيفسكي، والله تيرس، والله صابون البار وبسكيت القلة، وذا الأخر كامل لا 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 شيء هوسي. عفوا أخي المشاهد، موريتاني تصنع ما شاء الله، ذاك تانا نقوله عني ما كنت بعطشك عن موريتاني في هذا النوع من المصانع، وما شاء الله جيت للمبادرة ومعرض خصوصا معرض وشفته أكثر من رأي، والحمد لله في بلدنا. زين، كيف ردك عليه؟ الناس ترى ما شاء الله ما شاء الله جاوبت كاع ما شاء الله. يا غير قد جهود شفتي ذا النوع من الأمور ما يشاب على حد به، اللي هو إنسان ما يعرف، إنسان ما يعرف رواية ما يقدر يحكم عليه. فهمتي؟ أنا قلت في لقاء عندي في واحدة من التلفزات، يعني تلفزيون اللي صاحبي وقال لي أنا موريتاني وعاد الفيلا كرتشاف، هي كرتشاف اللي هي جاية أصلا من السنغال، ما هي جاية من عندنا احنا. وشوف يا غير ودارك وشتي هو أساسي في ذا، على
لان في حملات التحسيسيه يعني نعدلوا على الشخص كيف هو دور يعلم هو حس على الخالق شيء وعدل موريتان يجي يعود ذاك اللي مو عدل موريتان ما هو جابر ذاك من الدعايه والله ياك من هذا اللي قد يتوصل له والله يتوصل لحد اخر. وبما ان انه عمل مبادرات ما قد خلق سابق كذا لانه عمل عروض يقعد ما قد خلق سابق كذا لان دور حاول انك تضبط اسمه ياك النادي ان شاء الله هو ذا الهام نعدله في شهر 12 بالهام نعدله معرض كبير ونحاول نجمع فيه اكثر من هاو المنتجين واكثر من هاو الصناعين اللي هون ويا بدنا من نادي هو هذا ياك ان شاء الله يا ربي. فيما يخص هذا المعرض اللي هي تعدلوا من رايك كانكم متخمين انتم في المستقبل تعدلوا معرض المنتوج المحلي خارج موريتانيا؟ شفتي هو قاعد عود فات تطور شوي منه طبيعي هو انسان بوم يعني ما نقدر نقول لك علينا نختار نعدلوه في الخارج ما عرفنا نحن عتلنا على هون طبعا فهمتي هو كامل لا ستيب باي ستيب ما نقدر نجي نمشي مراصفين خطوه خطوه ما انا حاليا بعد قاعد يقول موري ثاني نعرف اللي عنده انا الحاسوب الخارج اللي عندنا زين نطلب من المخرج انه يعطيني مكالمه نقولوا الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام الوالد تفضل. ايه راني شاكر هو على الصدق شكرا. الوالد ظهر لي وانه ما عنده ريزو شبكة ما عنده ريزو نبغى معنا مكالمة ثانية. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بك تفضل. ما شاء الله فتبارك الله. خير بخير وعلى خير الحمد لله. الاسم الكريم منين متصل؟ باسم محمد العالي. مرحبا مرحبا بك تفضل. عندك مشاركه في مختيار البرنامج وشاكرين ضيفكم الكريم. شكرا جزيلا. هذه مبادرة عبد الجماعة مبادرة زينة قد الإشكالية اللي قايلها أنا في موريتانيا. هذه أي مبادرة عدلت يسوى تخدم المواطن ولا تخدم الشعب يبقوا واحدين ثم يبدوا شرط سياسي. نحن موريتانيين يعني نعدل رواية تمر رواية مبادرة تخدم المواطن ولا تخدم الشعب لما تتشجعها تشمعها. لا تنتقل بعض المواطن ولا الشرط نطاق سياسي تحت المبادرة صناعة موريتانيا حد يشجعها يوقف معها يحاول يدعم العديد ويشجع الشباب الواحدين فيها. صح وانا حسب الباري موريتانيا حسب صنعوا موقف سوى بسكيت الاخطاب لكنكم بعض البرنامج. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك ضيف الكريم اللي هيتجاوب وقال عن عنده هذه الاشكاليه عنها دائما لان المبادرات يتجه نحو السياسه بدل ان يعود يعني للمواطن. قال زين وخارق اللي ياسر من الناس كيف قلت على انه يحاول من مبادره والله شيء على انه كيف يجبر شين قال يعني ايماج ميدياتيك على انه شيء على الروايه من قال الروايه شنو هي كاش كيف عنده فيها توجه سياسي. يا غير شفتي هي فعلا مبادره طارقها المجلس الاعلى للشباب برعايه رئيس الجمهوريه فخامه رئيس السيد خالد عبد العزيز. يا غير لا اعضاء الفريق اللي هو المكتب التنفيذي للمدينه موريتانيا الناس توجهاتها سياسيه ومسيانه يعني. صح بما ان توجهاتنا السياسيه ومسيانه يعني ما نقدر نعود اصلا يعود عندنا فيها قرض سياسي. معنا راجين عندها لانها تقول مبادره اكثر هي تخدم من اكثر هي متعود كيف داعم الحزب معين ولا داعم والله داخل السياسه. ما بين سكر السياسه بيدي ما نعرفه بتعود حد ما يعرف السياسه بيدي ما يعرفها ما يعرف صحيح. فيما يخص مجلس الاعلى للشباب ما هو دور مجلس الاعلى للشباب في هذه المبادره؟ بعض من الشباب غاضب من مجلس الاعلى للشباب يقول عنه ما يمثلوا وعن الشباب عاطل عن العمل وعنهم هما ما عدوا لهم شو ما قدموا لهم عنهم باطيه بين قوسين. هذا قول بعض من الشباب اللي جاتني جاوني في فيسبوك كاملين غاضبين من هذا المجلس يقولوا عنه مجلس ميت سريريا. ليتوضح لهم. شفتي انا مبدئيا ماني من المجلس. صحيح انت ما تتكلم قاع عن مجلس الاعلى للشباب. ما ندافع عنه ولا مولين ما نقدر نقول لا بوكا جوجا.
وكتب يقع المجلس على الشباب يقع اثنين في اثنين عدت نعرف المجلس على الشباب وعدت نشبارهم من قريب سابق ذا كيف قلتي كانت خالقة هاي الفكرة الدونية عن المجلس على الشباب علاش بيدي المجلس على الشباب هواية وعدرت عقب لقاء الرئيس بالشباب وكان كان يحرم منه ياسر يعني الشباب كانوا ينتظروا منه ياسر 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 لكن انه لا يجيب لي عدلهم ومن جعلنا المجلس على حسب اللي يجيب عندي من الاخبار ان المجلس على الشباب ما سنتاو ويشتغلوا مالهم ياسر اصلا كان مكتب استشاري والله هي استشاريه ولا عندهم اللي بالحق في يتخذوا ياسر من قرارات ولا عندهم الحق يعدلوا ياسر بشيء يقاش في الناس دائما الناس شكلتين خارجين اللي يعيبوا المجلس على الشباب ما يعرفوا وخالقين اللي يعيبوه واللي يعرفوه واللي يعيبوه لا يعرفوه ما نجاوبهم به اللي بالنسبة لي لأن حد ينقض الرواية هو قام يعرفه بالنسبة لي لأن ذاك ما حنك تعرف الرواية بعد قاشين والناس صدي تنقضوا ويعرفوا بالنسبة لهم على المجلس على في قجعود ما يمثلهم علاش بي اللي واحد ما يشوف راسه لأن في الأمور اللي عدل المجلس على الشباب قجعود بالنسبة له على أنهم هم أولويات وقضية الأولويات اللي شفت مولي جانا واحد في صفحتنا في فيسبوك وقالنا مدينة موريتانيا طالعة مجلس على الشباب ذاك اللي حامل إفضاره طرف مجلس على الشباب بيننا نحن منظمين ودمان المجلس على الشباب يقار بجيتو بجيت مجلس على الشباب بالتعاون معاكم انتم طرف شو استركزون الحاج ينقال فهمتي لاني مجلس على الشباب ما كنعرف يقال خالد مولي لقاء اخر قد عدت تشوفه الواليبو مع هي اخرى ينقال اشتي ينقالوا لقاء بين الشباب والسلطات وكان فم ممثل من 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 المجلس على الشباب وقطع لنا لا بالكواليس كان واحدين ياسم خرجوا يقولوا المجلس على الشباب شنو مش يعرفوا ما يعرفوا شنو شخصيا ما فهمتي يقال الممثل مجلس على الشباب جامعهم ياك يصرح ياسر مشي وأنا بعشاك لأنهم يجي جعود وما كانوا ما كانت عندهم الحرية بأنهم يعدوا ياسر مشي يقال حسب الله اللي أنا أعرف أن الإنسان مولي الحياة تعود يشافي يعطي عود يشوف وما يقدروا يعدوا كل شيء صح فهمتي وراجع وهاي المشكلة ما يقدر يحلها هو المجلس على الشباب نفسه اللي ياسر من الناس اللي شاكن عليهم ما مشت عليها لأنه معين وأعضاء ونقول كل أعضاء لأنه عادوا قاعدين في بيروهات ولا يعدوا شيء جات هؤلاء الأعضاء اللي قاعدين في بيروهات في برا إنه ما يعدوا شيء يحاولوا يتجهوا شو هؤلاء الشباب كيف ما عدلت هوا جالوا لي رئيس لجنة مبادرة اللي هي رئيس المبادرة اللي هي رئيس تمولي لجنة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية اللي جابرت من الشباب من المجتمع المدني ما عنده كاع علاقه بمجلس الاعلى للشباب من المجتمع المدني اللي قاعد يغايب من وحده فهمتي وتوف والناس الاخرى اللي جات ما عندها اي علاقه بهذا ويالتهم هما يحسنوا من علاقات حسنوا ما نعرف لك علاقات ما نعرف كانوا هم غير حسنوا من صورتهم اللي عند الشباب واذا ما يقدر يعدل مو لجنة اعلى الشباب وانهم يحاولوا اولا يحاولوا انهم يصلحوا موقعهم موقع من الانترنت ودائما يقولوا انا عنده موقع الانترنت على المصالح يعطوا حصه منه ويعطوا مولي يساعدوا الناس على مقرهم ويعطوا يفتحوا ان بيرو ويعطوا يلعبوا على استراتيجي دو كوميونيكاسيون بيدي الشباب يعطوا يعودوا يعرفوا منين يجوا يجبرهم وهم شي يعدلوا يا كاش هكي قدو يفهموا على نفحاتهم ما عدروا شيء لا معناهم ما عندهم مدروا شيء صحيح عندك هون سؤال من الزميلة طربي تحية عطرة لكم ولضيفكم الكريم ونتمنى أن يكون لبلدنا العزيز اكتفاء ذاتي في الأطعمة والألبسة والأدوية لما لا تنقصنا العزيمة فقط والثقة في الذات سؤالي للضيف هل هذه المبادرة دراسة على مدى البعيد أم أنها لا مبادرة سرعان ما تذبل مع الوقت نحن ما نراجعين على انها نحن عندنا كيف قلت لك عندنا خطة عمل على سنة ونشوفه وكيف قلت لك على ان انا بالنسبة لي على ما يجي يعدل كل شيء يعني قلت لي انا بالنسبة لي على اني نحس ولا عشر الواقي قاع بالنسبة لي على ان هذه نتيجة صح كيف هي قالت لنا كانوا على المدى البعيد كانوا لا يعود كانكم درستوها قاع قديما والله لا عدلتوها لك وجيتوا هي دراسة مالها شهرين والله ثلاثة تقريبا وعسرت سابق ذاك اللي هي رئيسة والله صاحبة الفكرة هو جلو من المجلس على الشباب هي أصلا قالت لنا هذه السنة ولا سنتين تتخمن فيها
يقال هي مالها شهرين ودراسة والله خطة عمل عندنا على السنة ونص تقريبا عن المون إلى نهاية 2018 ونشوف إلى عاد فيها كيف إلى عندنا إجبارنا كيف تفاعل الناس معانا وحسينا علينا إن عندنا نقدر نطوره دورنا نتقدمه وإلى عاد إذا حسينا ما لنا ما فيها نتيجة للناس لا قدر الله النتيجة ما له ذول روضنا زين مطرك هي كل سنة ليتم كل سنة تعدلوا هذا المعرض المعرض شوفي عندنا في خطوة عملنا لأننا نعملوا معرض في ديسمبر شهر 12 إن شاء الله وعندنا معرض آخر اللي هو للصالون ميدين موريتانيا اللي هم نحاول نعدله في شهر 4 إن شاء الله معنا لأنه حسب كما قلت لك على النظر في خطة عملنا من هون إلى 2018 عندنا معرض في ديسمبر وعندنا صالون في أفريقيا هذا من هون إلى 2018 عقب 2018 هذا مازلنا سالمين ان شاء الله نطلب من المخرج انه يطلع لي باقي الصور اللي عندنا نعود نتكلم عليهم هذه صوره الفريق ايه هذه صوره الفريق هذا هو الفريق اللي ذاك النهار اللي حضرته هو اللي كان منظم هذا الله نين سنتي من 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 عيد العصريه الطفله لابسه الملحفين قالها ما انا من سيد احمد الحبيب ومهندسة في المعلوماتية وطفل موشين اللي حداها موسى إلي مانسال منسق ريم يوث كليميت موفمنت اللي هي هذه تبان لي إنجليزية اللي منظمة في البيئة واللي حداها طفلين قالوا باي أمار نياس من منظمة حب الوطن والصيدة المحمرة اللي هي هوا جلو هي رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في المجلس الأعلى للشباب وهي رئيسة الفكرة ودوك صرت في البزر المعارض لك يعقوب حمزة عضو المبادرة زين نقوم عن الصورة الموالية هذا اللوجو علاش اخترتوا هذا اللوجو؟ هذا اللوجو هي المبادرة اللي قالها ميدين موريتانيا هذا هو مثل فيه من رأيك أنكم اخترتوا ياسر من هي محتوية MME من Made in موريتانيا زين حتى من رأيك أنكم اخترتوا هذا من مجموعة لوجوهات عدرتوا مرة لا عدرتوا هذا واحد كيف قلت لك في إعداد الفكرة اللي عدرينا نعدلوا الاسم مصرا جاونا ياسر من دسان معرفنا كان نسموه نصنعه كل حد اقترح يعني 20 تقريبا اسم ومن ضمن ذوك الاسامي اللي الاسم اللي قلنا نحن على انه عاقد من المستقبل يقولوا لي اسم تجاري اللي هي ميد ان موريتانيا به اللي عاقد من الزمن نختارون ينفوتوا نحن نعودوا عندنا يعني بين اتصال مع المنتجين على ان نحاولوا على ان نعودوا نقدوا نفرضوا مستوى معين من 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 الجوده تعود ديك الجوده قال جوده ميد ان موريتانيا مع اني تشوفي عاقل من زمان منتج محلي عليه ميد ان موريتانيا تقدي توكليه وتقدي تشربيه وتقدي تثقي فيه طبعا زين ضيفي الكريم لهي نسولك شنو كان تفاعل معكم المجتمع المدني المجتمع المدني دائما مو صعيبين على مو مسيان فيهم واحدين لكل شيء يقضوا فيهم واحدين لكل شيء يجي من رواية تقول لهم يقول لك حتى إذا ليش ما تعودوا مع أنتم تلود الأولى ويا أخرى ما سابك توحلوا ذا ما توحلوا في التعليم وإذا كان لا كيف وشي بس صحة ترى كاشو كذا شفتي وإذا كان رجع إذا كان شفتي الدنيا هاي عندك إذا كان مترابط فهمت نحن بالنسبة لنا ذكرتنا على الميدي الموريتانيا على أنها نتعاون كيف تقريبا منتج محلي بسيط تعاونوا تقريبا على أنه في عدد كيف يأسس رواية تعود تنفع إنتاجه ويقد يكبر شركته على إنه يقد يشغل معاه خمس رواقج والله ستة ذوك خمس رواقج والله ستة كلهم اللي يعود بأسرة وكلهم اللي يعود يقد يقرر يتركته مع هذا كامل مرتبط التعليم والتشغيل وذا كامل فهمت مع عنها ولا يقد حد كل شيء رصب عليه نحن التعليم نبغى نعاونه يا قارئ التعليم نحن ما نعرف الطريقة اللي نعاونه به التعليم شنو وهذه اللجنة اللي معدلة اللي هي لجنة النمو الاقتصادي والبنية التحتية ما تقدر خارج لجنة خراب المجلس عليه الشباب قالها لجنة التعليم محقق وهي اللي يعنوا هذا النوع من الأمور مع الإنسان ما كيف قلت لك على المجتمع المدني يعني فيهم واحدين
اللي مشجعيننا حتى على هذه الفكره، وبهم واحدين يقولوا لنا على هذه الفكره على ان ما هم عاونينا اللي بالنسبه لهم على انهم على انها ما هي من اولويات موريتانيا. زين صافي الوقت الوقت ما تنام ياسر، كلمه اخرى توجه للمشاهدين. شاكركم على الضيافه الحمد لله، ما 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 صعبتوا علي من المسيره بي، انا عندي مشكله شويه في التعبير العربي عادي. شاكر مولي الناس وراجعكم انكم انتم مستعملوا المواد اللي يعدلوهم وانكم تشجعوا اقتصاد موريتانيا باللي نحن شعارنا نحن مدينه موريتانيا هو سوايون ايكونوميك مان باتريوت، اللي هي لنكون وطنيين اقتصاديين. زين ونحن مولي بدورنا شاكرينكم انتم ومتمنين لكم ياسر ياسر من التوفيق ان شاء الله في هذه المبادره، ونتم الشرف لله معكم ونشاركوا معكم ان شاء الله يا ربي. اذا مشاهدينا الكرام ما تنا عندي الوقت مهولي، نشكر ضيفي اليوم اللي كان معايا الشاب حمزه يعقوب حمزه عفوا، عضو مبادره ميد ان موريتانيا، ومعايا في التقديم كانت كالعاده سميره سماني، ونشكر المخرج عمر جلو. في امان الله الى غد ان شاء الله موضوع جديد.